ممتاز اللي فوق ايضا ما فوق بس يعني البس ايضا البس الشرطه القذائف فقط يعني الشرطه القذائف لمحمد كابوشي وخوالد بالضبط يعني اليوم التحيه هم فقط اللي بيبسوا في السودان نعم ونحن طلبنا منه انه يغيروا موقع التصوير من الموقع الجانبي الاعلى وهم استجابوا مشكورين ودي مبادرات من شباب السودان نحن لهم التحيه والله محمد كابوشي وخوالد على انه وضعوا الناس في الصوره حسب قدراتهم بيحاولوا يبسوا ما دام الانديه والاتحاد والقنوات ما قادر اتصل لاتفاق شغل اداري تفاصيل المشاهد محروم فخلاص هم يتحركوا هم قاموا بهذه المبادره ونحن نبدا بالشرطه القذائف اللي تصدرت يعني على كمان على النقل الموجود على المجهود ثم كمان يتصدر يعني الدوري على حظ السنه دي ما بنقول الدوري مسخن جدا جدا هلال بدا متصدر بعده هنا بنشوف الشرطه القذائف الليله مع هلال كادوغلي المتصدر السابق غلبوه وتصدروا معاه ب10 نقاط محمد موسى بتحرك على اليسار وبيعمل عكسيه جميله والوك لاعب المريخ السابق المعار بيسجل الهدف اللي هو لاعب ممتاز يعني الوك ده كان ما محظوظ في المريخ انه من الخانات الاجانب كان مصاب العام الماضي كان استثنائي لكن اللاعب ده عنده موهبة كبيرة جدا لاعب منتخب جنوب السودان لاعب ممتاز جدا جدا شفناه مع مريخ كوسي سجل الهدف الأول برضو كان في تألق كبير جدا الحارس أبو 20 كان نجم المباراة شفناه هنا بالتقط الكرة هم الميزة عندهم مهاجمين طوال فبيلعبوا الكرة طويلة مباشرة يعني ما بيخجلوا إنه لاعبين كرة طويلة عندنا محمد موسى ومايكل بيتبادلوا الكرة وبتتلعب تسديدة الأولى عبد الرؤوف تصدت الثانية كملها الجمعة باتو في المرمى 2-0 يعني هم حسموا المباراة بدري من الشوط الأول ويعني أول مباراة في الاستاد الجميل استاد القذائف والافتتاح نشوف لحظات زي دي كانت ما حتوثق لو مشى بيندل في الشوط الثاني هلال كادوغلي أخذ ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني وعاد منها الهدف صلاح الجزولي و2-1 لكن ما قدروا يتعادلوا الشرطة بالعكس كان أخطر كان أقرب إنه هو يسجل الهدف الثالث ويعني وصل للصدارة فريق صاعد شفنا حي الوادي صاعد لأول مرة تصدر في أول أسابيع حاليا الشرطة ب10 نقاط بتصدر يعني شيء جميل جدا الدوري السنة دي أفضل ما يكون صحيح بعدين القذائف خلاص الجمهور الآن والإستاد و نحن نقول الحمد لله على السلامة إنه الإستاد وشكله جميل طالع في الصورة اللي قدموها لنا الشباب ده. لا شيء جميل جدا ومليان بالجماهير انا ذكرني استاد كوستي يعني برضه دائما بيكون مليان وموجود الجماهير لا جماهير جدا جماهير الولايات كابتن نحن في الحركه في التعليق على المباريات من ولايات السودان المختلفه جماهير عاشقه بدرجه الجنون لكره القدم ونحن دائما في الرياضه بنتحدى بنسب المشاهده حتى زملائنا في البرامج الثانيه بنقول لهم نحن عندنا المشاهدين نحن عندنا الاغلبيه نحن عندنا فالجماهير دي عاشقه ومحبه والله حرام تحرم من البث بالضبط لا يعني شيء نتكلم على عطبره على كوستي على بور السودان على نيال على الفاشر اينما ذهب وما بس مباراه زمان كان الكلام انه الجماهير عند الهلال والمريخ لا الجماهير الان كل المباريات امشي احضر اي مباراه في كوستي مهما كان الفريق الزائر حتلقى المليان الملعب مليان بيتنافسوا بالعكس افضل جمهور وين شيء جميل الارضيه ذاتها جميله جدا الجديده يعني هو صح ما حضر مباراه المريخ يا ريت نشوفها ثاني اللقطات يعني ما حضرت مباراه المريخ لكن كان عزيز الافتتاح لكن كان من حظ كسل لانه يعني حضروا المباراتين في يعني كسل ما في الدوري ممتاز انه اول مباراتين حضرهم جمهور كسل الزواق لكن افتتاح جميل جدا بالنسبه للقذائف لا يوثق بالقنوات لكن يوثق بشباب مهتمين جدا و بنشوف الفرحه والاحتفال لكن ارضيه جميله جدا مدني ارضيه جديده القذائف ارضيه جديده احنا عانينا لفترات طويله من ملاعب الدوري الممتاز ولسه في ملاعب فيها مشاكل لسه بنعاني نعم يعني حتى مواهب ذاته جات معاهم شوف الوك جمعه عبد الرؤوف نجم الفريق المميز جدا الحارس ابو 20 يعني عندهم مواهب جميله جدا في شرقه القذائف وملعب جميل يعني حقيقه القذائف يعني يا دوب باديه في الدوري الممتاز في الموسم ده لكن ادتنا اوريدي طعم جميل جدا يعني بالنسبه لي صح الفريق وبالنسبه اهتمام يا كابتن ايمن اهتمام جماهيري واهتمام اداري واهتمام حتى بالبث عبر الانترنت والاذاعه وبيحاولوا يتغلبوا على الصعوبات وما بنقولوا بس يا بالمناسبه احنا جبناه بكواليتي 360 هو اتش دي عندهم كواليتي افضل من كده اتش دي لكن طبعا 2 جيجا وتنزيله بعد الحلقه وانه نحصل المونتاج فجبناه ب 360 لسه واضحه ولسه يعني ممتاز جدا مباراة الليلة كانت مباراة قوية كلها موجودة على اليوتيوب بالمناسبة على موقع الشابين ديل كابوشيا وخويلد ممكن الناس تحضرها كلها
كمان شفنا الشرطة القضارف تصدرت مباشرة، الرابطة كوستي بتهزم برضو مريخ الفاشر واتصل معهم لعشر نقاط. يعني عندنا ثلاثة فرق في عشر نقاط ولا واحد من الأندية الخمسة الكبار. لا خلوا الكبار الرابطة خلوهم على جنب والشرطة وهلال كادوغلي يعني بعشرة نقاط. طبعا لسه مباراه مؤجله للمريخ خرطوم الهلال، بس هم يا ريت يحافظوا على التميز يا ريت ويسخنوا الدوري ده وتبقى في صعوبه، يعني يكون التنافس صعب يا كابتن ايمن عشان يكون عندنا دوري حقيقي. لا حقيقه السنه دي كل الفرق هتفقد بالذات خارج ملعبك في الولايات، الهلال المريخ الخرطوم اهلي شندي نفسه تعادل الليله مع اهلي الخرطوم 1-1 في الخرطوم، خمسه نقاط فقط لاهلي شندي حتى الان في الدوري. يعني الامل عاد وفاز على الوادي نيالا، حي الوادي نيالا الليله في ملعبه اول ثلاثه نقاط، فبرضه بدايه جيده مع المدرب الباقر كوكو. برضه يعني تكلمنا عنه كثير انه يعني لازم يثبتوا مدرب، طبعا اقاله كان المدرب مع بدايه الدوري، ف يعني سخن جدا الدوري، بس ناقص موضوع البس. يعني البس يا كابتن ايمن حتى في المباريات الافريقيه البس غير موجود، يعني هذه مشكله هلال وبيض، هذه المباراه تاريخيه لا تنقل. الهلال تبلدي عنده جماهير منتشره في كل السودان وخارج السودان، حقق نتيجه ايجابيه ونحن اظن عندنا هدف واحد برضو باجتهادات من الجمهور. يعني ما عارفين مشكله البلد، حتى الفريق الغيني مع عقليه افريقيه سوني قال لك ما تنقل بالضبط المباراه ما تنقلت. لا والله ده شيء موضوع الابيض يعني يحسب علينا كلنا كاعلام انه ما كنا موجودين ما غطينا، يعني شيء محزن والله. الزول بيعتذر لجماهير الابيض انه المباراه دي ما تنقلت معنا، لكن الواحد سعيد بالفوز اكيد، بدايه ممتاز جدا للفرق السودانيه في البطولات الافريقيه، هدفين دائما الكره الثابته مهمه جدا بالنسبه لل السودان. هي مبيض كورونجو سجل من كرة ثابتة، يعني بالضبط زي ما قلت الجماهير للكرة الفاول بتلاعب مهند، وكورونجو لاعب الهلال السابق عنده الخبرة الأفريقية لاعب طويل القامة، يعني الكرة الثابتة حاجة مهمة جدا للمدافعين. هدف السبق ريح الجمهور، هدف الثاني 2-0 بداية ممتاز جدا المريخ، ضيع يعني الكلام اللي احنا بنسمع انه ضيع كثير بالضبط، حتى اثنين جيدة جدا يعني هم لو ركزوا مع المدرب ابراهيم مؤكد انهم ان شاء الله حيتخطوا بطل سيشن بيكونوا موجودين في دور 32. المريخ برضه كون يفوز في على خارج ارضه شباك نظيفة، المباراة الثالثة على التوالي مع جارزيتو بداية ممتازة جدا لفرقنا، المفروض الأربعة يكونوا موجودين في الدور القادم وأكثر من الدور القادم، احنا بنطمح انه فرقنا تمشي بشكل ممتاز جدا يعوضوا خيبة السنة الماضية انه نشوف مستوى ممتاز جدا للفرق السودانية. صحيح كابتن ايمن، نتمنى انه مشكلة مشاهدة المباريات تحل، نحن الموضوع ده عقدة داخلية، بطولتنا الأولى بتاع الدوري الممتاز ما قدرنا نلبسها. المباريات الأفريقية نقول للاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي دي مسؤولية، ما بيوجد في كل غارة في كل غارات الدنيا مباريات منافسات قومية، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أمريكا الجنوب، كل المباريات تنقل، لكن في إفريقيا ممكن يكون في مزاج الإداري في سوني إنه ما المباراة ما تنقل. ولكن إحنا صعب نتكلم عن مباراة سوني، ده إحنا مباراة هي اللوبيد هنا. لما إحنا مشاركين فيها ما هي عقليات واحدة كابتن أيمن. فنحن مباراتنا في السودان ما نقلناها. طبعا لو سمعونا الغينيين بيردوا لنا. وبعدين نتكلم. لكن الرفض من أجل الرفض يعني. يعني دي بطولة لأن حسي ما شفنا هدف كليتشي ما موجود في أي مكان ما توسق الرفض في بطولة في دوري أبطال إفريقيا لو حصلت كارثة في يعني ارجع الاتحاد الأفريقي لأي تسجيل لأي شريط لأي مستند، فأنا أعتقد أنه ده غياب للشفافية ولا بد منه تعالج المسألة. ويا ريت الاتحاد الأفريقي يتعاقد مع شركة فرنسية زي ما بيعمل في أدوار النهاية من البداية كده وريح. والله يا ريت يتنقل من الدور الأول، لأنه يعني خلاص إحنا في 2017 يعني ما ممكن الناس لسه تنتظر بالراديو تنتظر نتيجة، وحتى ما كان في راديو مباراة المريخ يعني كان أكيد ملايين من عشاق المريخ كان شيء صعب جدا إنك أنت ما حتى الهدف لأنه جاء في آخر دقيقة ناس كثيرة كانت تفتكر إنه المباراة انتهت 0-0. الهدف كلتشي جاء في الدقيقة الثالثة زمن بدل الضايع إنه ناس افتكرت حتى خلاص إنه المباراة انتهت 0-0. كان في مواقع لا 1-0 0-0 يعني شيء